علاش جوعوا في رواحكم؟ علاش تعطشوا في رواحكم؟ علاش تحرموا في رواحكم؟ الشعب التونسي هو من أكبر الشعوب استهلاكا للكحول في العالم. علاش تجيو في شهر وتبطلوا وليلة العيد تفرغوا البلاد من الشراب؟ علاش كون تتمنكوا؟ علاش كون تكذبوا؟ علاش كون قاعدين تسيبوا في النفاق متاعكم؟ الشهر هذايا اللي ولا شهر معروف متاع كسل، متاع بخل، متاع تلهميك، متاع تبذير، متاع غشة، متاع فساد، متاع رشوة، متاع سرقة، متاع كلام زايد. تلقاهم يبداو يسبوا في بعضهم ويشتموا في بعضهم ويتضاربوا بالبونية. طب شنو احنا مرمضنين؟ راني محش على سيجارو. يروح في الليل تلقاه يتفرج في القمار وقاعد يقمر ويبعث في لي اس ام اس. مش القمار حرام يا توانسة؟ ماكم انتم تصوموا باش تقربوا من الله. تروحوا في الليل تقمروا يا اخي، عندكم انفصام في الشخصية. في شكون قاعدين تنافقوا؟ على شكون قاعدين تكذبوا؟ وتلقى البنات نحب الضعاف. رمضان السنة باش نصوم. لا، كي تجوع روحك في النهار ومن بعد تروح تاكل الطاولة الكل وترقد، ماكش باش تضعاف. في آخر الشهر باش تزيد 10 كيلو. ومرة أخرى نحب ننجد السؤال، على شكون قاعدين تكذبوا؟ الشعب التونسي هو شعب متدين، والتدين متاعو عاملوا ماسك باش يخبي الوجه القبيح متاعو وباش يخبي الحقيقة اللي هي أنكم شعب مرتشي. أنتم الشعب التونسي من أكبر الشعوب في العالم اللي تعطي رشوة. كي باش تقضيو قضيتكم تمشيو تعطيو رشوة. كي تمشيو للبلدية تعطيو رشوة. كي تمشيو للولاية تعطيو رشوة. كي وقفكم بوليس تعطيوه رشوة. تمشيو للسبيطار تعطيو رشوة. حتى باش تخرجوا الميت من المورج باش تدفنوه تعطيو رشوة. انتوما شعب ساق، وكان ما تسرقوش الفلوس تسرقوا الوقت. تمشيو للبيروات وتحطوا ساق على ساق، وتبداو تلعبوا بالايباد وتقراوا في الجرايد. انتوما شعب فاسد، انتوما شعب ساق، انتوما شعب قليل حياء وقليل التربية. لا فيكم واحد يقول صباح خير، ولا فيكم واحد يقول من فضلك، ولا فيكم واحد يعرف يقول سامحني. خاصة كلمة سامحني، خاطر كلمة سامحني تقلل من الرجولية متاعكم. وهذا هو الشعب التونسي، وهذا هو الشهر الفضيل متاعنا اللي باش نعيشوه ونعيشوه كل عام. الشعب التونسي هو شعب شديد التدين، وهو شعب شديد الفساد. هذه هي المراية متاعكم، وكان ما عجبتكمش المراية متاعكم اعملوا كيف العادة، كسروا كل المراية.